ليه أيضا حضراتكم ليه الوقوف على ما دار اليوم في هذا المؤتمر برلمانيون لأجل القدس. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ فخري شليق البرلماني التونسي والسياسي المعروف. أستاذ فخري السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بحضرتك. تحياتي وتحيات زميلي أحمد العربي أيضا معي في الاستوديو. أستاذ فخري، يعني في اليوم الذي حضر فيه الرئيس أردوغان اليوم معكم في الرابطة برلمانيون لأجل القدس، برأيي زي ما كنت أقول الآن، حضور رئيس أردوغان كان إضافة كبيرة، كان تصعيد كبير مهم. ماذا عن الجوانب الأخرى للمؤتمر اليوم؟ طبعا يعني للأمانة يعني حضور يعني الرئيس أردوغان لهذا افتتاح هذا المؤتمر يعني هو حضور رمزي وله دلالات وله رسائل كبيرة وكبيرة جدا عبر عنها الرئيس أردوغان بوضوح، أنه هو يعني ضد يعني المجازر الموجودة في غزة، وأنه هو يدين يعني الوجه البشع لنتنياهو، ويعبر بوضوح أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المجازر الموجودة الآن في غزة. وبالتالي الموقف التركي يعبر عن نفسه أنه هو سيتغير أو سيتطور نحو أكثر صرامة وأكثر جدية في مواجهة يعني الغطرسة الإسرائيلية. وبالتالي كلمات أردوغان اليوم في المؤتمر يعني تعبر بوضوح على أن هناك رسائل جدية باتجاه يعني الكيان الصهيوني الذي ظن نفسه أنه قادر على أن يواصل بغطرسته دون أن تواجهه أي قوة إقليمية ممكن أن تحد من هذه الغطرسة. نعم أستاذ فخري، يمكن لمحت في بداية كلام حضرتك أنك قلت افتتاحية هذا المؤتمر والجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، ماذا عن الأعمال الأخرى التي سيقوم بها هذا المؤتمر وسيغطيها هذا المؤتمر من خلال جلسات أخرى سيتم عقدها في مؤتمر برلمانيون لأجل القدس؟ نعم، المؤتمر له فقرات متعددة وله ورشات وله محاضرات يعني ستدار في غضون الأيامات القادمة السبت والأحد، وسيكون هناك حوار صريح وورشات يعني تأتي على الموقف الدولي والموقف الإقليمي وكيفية التنسيق الجهود من أجل الارتقاء بالموقف العربي والإسلامي والإفريقي باتجاه دعم القضية الفلسطينية. نحن اليوم هناك مشاركات موجودة حتى من أوروبا، وهذا دليل على أن هناك أحرار في العالم يساندون القضية الفلسطينية، وبالتالي ستقام هذه الورشات من أجل دعم وتطوير التنسيق من أجل دعم ويعني إسناد القضية الفلسطينية وإيقاف هذه المجازر وإيقاف يعني هذا التمرد يعني الصهيوني في وجه العالم. نعم أستاذ فخري، يعني هل وجود 500 برلماني وشخصية رسمية ودولية وأيضا انعقاد المؤتمر على مدار 3 أيام، هل نطمع أن يخرج هذا المؤتمر بمجموعة من التوصيات العملية للكافة للعواصم العربية والإسلامية؟ هل يكون المؤتمر ربما يكون هو الأداة والوسيلة الآن التي تحرك العواصم العربية والإسلامية؟ هو ذلك هو المأمول أستاذنا، المأمول هو أن يعني تتطور يعني عملية المواجهة أو من تصدي يعني للغطرسة الإسرائيلية من خلال يعني توصيات جدية ومن خلال توصيات عملية تحاول معناها أعضاء البرلمانات أن هم يعني ينقلوها إلى مؤسساتهم يعني في دولتهم، ويحاولوا أن معناها يؤطروا المجتمع في هذا الاتجاه، اتجاه معناها تطبيق هذه التوصيات. أهم شيء هو أن تأتي هذه الدورة في ظل تطورات حاصلة في يعني في العالم، خاصة التحركات الطلابية الموجودة في أمريكا وفي دول أوروبية متعددة يعني لمواجهة السياسة الأمريكية المنحازة بشكل واضح وصريح للكيان الصهيوني. وبالتالي هي تأتي في زمن وفي لحظة تاريخية مهمة يعني تجعل التنسيق والعمل والجهد المشترك من أجل الارتقاء بالجهد الجماعي سواء كان على مستوى الإقليم أو على مستوى الدولي حتى يتناسقوا مع التحركات الموجودة الآن في العالم من أجل مواجهة الغطرسة الإسرائيلية. حتما أن هذه التوصية ستكون لها يعني ما بعدها، خاصة أنها فرصة ثمينة أن تلتقي مثل هذه البرلمانات المتعددة يعني في لحظة ما لم غابت بها حقيقة من المناسبات الدولية أو المناسبات الجامعة للقوى السياسية المتعددة.
السيد فخري شليق السياسي التونسي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف في الشارع المصري لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل حول ما جرى وما سيتم في مؤتمر برلمانيون لأجل القدس. نتمنى بالفعل أن تخرج تلك التوصيات وأن تكون توصيات مهمة جدا، وعجبني جدا الربط ما بين الدفاع عن فلسطين ومؤتمر برلمانيون لأجل القدس وربطه بالتحركات الطلابية الغربية التي نتابعها على مدار الساعة ضد جرائم الاحتلال المستمرة.